تعالى. فالعاجز من عجز عن أن يكون داعيا لله عز وجل وداعيا الله عز وجل كما يريد سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. فإذا كان هذا العجز موجودا فيك فلتدفعه بالدعاء، ولا تكن ذا خور وضعف، ويكون خورك وضعفك هذا موصولا بعجزك عن الدعاء الذي هو بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد أنواع العجز، وذلك بصيغة أفعل التفضيل الواردة في الحديث: أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وهذا كله داخل في المعنيين، في الدعاء، لأنك عندما تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بصلاة الله عليه قائلا صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هذه صيغة الماضي لكنها بمعنى الدعاء، أو أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهي الصيغة الأفضل والمثلى في الدعاء، فإن ذلك يكون مجتمعا فيه الأمران: الدعاء والسلام. وإذ قد ذكرنا هذا ولو استطرادا، فهنالك حديث عزيز شريف عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة، صلى الله عليه وسلم. لما روى الإمام ابن حبان هذا الحديث في صحيحه قال: ففي هذا دليل على أن أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا يوم القيامة هم أهل الحديث. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يلحقنا بهم في حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنشرب لا لنطرد. والآية الكريمة التي صدرنا بها القول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، تتضمن معنى آخر، وهو من معاني وآثار الدعاء، وهو استجابة العبد لربه، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. استجابة العبد للرب تتضمن استجابة الرب للعبد، وذلك من آثار الدعاء العظيمة. فالرب عز وجل عندما يستجيب لعبده كأنما هذا نوع من الجزاء لعبده الذي استجاب له بالطاعة عموما وبالدعاء خصوصا. والله عز وجل يقول: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. كأن هذا شرط، والشرط في نفسه يتضمن أثرا، وهذا من أعجب العجب، سبحان الله. فالرب عز وجل يستجيب لعبده في دعائه، وهذا من آثار الدعاء أيضا على العبد في نفسه وفي الآخرين. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل، إلا آتاه الله ما سأل، أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وفي رواية ثانية:
وإما أن يدخرها له يوم القيامة. فعلى كل الحالات وعلى جميع المقامات أنت في دعائك يستجيب لك ربك، لكن على وفق ما يريد، إما أن يستجيب لك، وإما أن يدفع عنك من البلاء بمثل ما دعوه، وإما أن يدخرها لك عنده يوم القيامة. أي آثار أعظم من هذه الآثار التي يمتد فضلها ويتسع نورها ليصل إلى الآخرة ولا يقف عند هذه الدنيا المحدودة المعدودة بأيامها وساعاتها وأنفاسها، وهي إلى زوال وإلى اضمحلال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. وأيضا من آثار الدعاء أنه يدفع البلاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فأنت إذا أصابك بلاء أو خشيت أن يصيبك بلاء فلتلهج بالدعاء لمولاك وخالقك وإلهك ومعبودك جل في علاه وعظم في عالي سماه، فإن ذلك سبيل قد يكون فيه رد لهذا البلاء الذي ابتليت به وأصابك بأسبابه. أيضا من آثار الدعاء أنه طريق الأنبياء وسمتهم، فقد ذكر الله تعالى في كتابه عن أنبيائه وهم خلصوا عباده: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا بما عند الله من رضاه هو جنته، ورهبا مما عنده من سخطه وناره. والله عز وجل يقول في كتابه: فبهداه مقتده. فنحن نقتدي بالأنبياء ونقتدي بسيد الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الذي علمنا الأذكار والأدعية الشاملة لمناحي الحياة كلها. أدعية في سوقك، أدعية في مسجدك، أدعية في طعامك، أدعية عند خلائك، أدعية في قيامك، أدعية في جلوسك، أدعية تستوعب الحياة كلها لتكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والتفسير الصحيح لهذه الآية هو أن الذكر يستولي على العبد في سائر حالاته وفي جميع مقاماته، فإذا كان قائما فإن للقيام بأصنافه وأنواعه أدعية. هنالك دعاء الدخول إلى المسجد، وهنالك دعاء دخول السوق، وإذا كان قاعدا هنالك دعاء الطعام، وهنالك دعاء التخلي، وإذا كان